السلام عليكم، نحن تنسيقية ثورة الشعب العراق. اليوم 9/1/2020 احنا الان في ساحة التحرير، واني اليوم ضيف احد المفارز الطبية اللي يرأسها احد شبابنا الابطال، اللي هو كان له الفضل الكبير في ادارة هذه مثل نقول المفارز، اللي هسه هو اجى احد الحجاج قاعد يدور دواء طبعا اثناء اجراء هذا اللقاء، بس خلينا نسولف وياه وهو دا يسوي. السلام عليكم. السلام. ما عرفت حضرتك اول مره. مصطفى وين حضرتك تداوم؟ وين هذه؟ طالب. انا طالب جامعه بغداد. نعم. ايش صار لك هنا؟ أنا والله من البدايه من 11 تظاهر، من 25/10. نعم. مصطفى. نعم. ولحد الان باقي والدوام يعني ماكو وطن ماكو دوام. خير ان شاء الله، الله يحفظكم. شلون عملكم هنا؟ طبيعه عملكم فاتون هنا؟ مبيت هنا 24 ساعة، يعني ما تروح لهلكم خلاص؟ ابد. زين المطالب شنو؟ بس ابدا اعرف، الله يرضى عليك. كل واحد شوي يسولف شكل ما دفتر. المطالب شنو؟ حجي هاي بعد الاكل. اي ممكن اعرف جاك احد الاشخاص تدور، ممكن اعرف المطالب الله يرضى عليك باختصار؟ مطالبكم الرئيسية يعني. الرئيسية انت تدخل اي شخص. نعم. وروحوا لها الحكومة. نعم. رحيل الاحزاب. نعم. 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 نريد حكومة انقاذ وطن. نعم. 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 زين فقط يعني رحيل هاي الحكومة، يعني خلينا نقول اسقاط العملية السياسية. الاحزاب اهم شيء. الاحزاب. نعم. نعم. الحكومة هاي صراحة ما استفادينا ولا شفنا شيء منها على مرور هاي السنة. نعم. طيب مو قدموا لكم يعني بعض الحلول وكذا وهذه يعني تشون راضيها؟ حلول نقدر نقول اعتبرها مغذي صراحة. ترقيعية. ما مقتنعين بها خلاص. حلول جذرية ما رد. يعني انتم تصوراتكم للموضوع ان الحلول الجذرية تتمثل برحيل هذه الحكومة خلاص. اكيد طبعا. العملية السياسية يعني اقصد. يا هدوجينا. نعم. دا يشتغل لي 2% وباقي لي 90%. احنا نريد يعني اوكي بوك بس. نعم. نسأل الله عز وجل أن ينولكم إن شاء الله مرادكم ويروحكم إن شاء الله تعبكم على 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 فاضي، ويوم إن شاء الله تحقيق النصر العراقي بإذن الله عز وجل. أنا أشكرك طبعا، هذا ما حبيت أن أنقل إليكم اليوم. نحن تنسيقية ثورة الشعب العراقي.